للعام الثالث عشر يواصل ماراثون دبي القابض العمودي استقطاب العدائين وإلهامهم للتسابق إلى قمم ناطحات سحاب دبي جريا عبر الدرج من أجل عمل خيري. في اختبار للقدرة هو الأقوى ركض المشاركون صعوداً 1334 درجاً بأبراج الإمارات في جميرة من أجل جمع التبرعات لمؤسسة جليلة الخيرية. فراس حضر الفعالية ليطلعنا تفاصيل أكثر عنها. مرحبا، انا بالماراثون العمودي اللي حنشوف اليوم عدد كتير كبير من المتسابقين عم بيتسلقوا 52 طابق من ابراج الامارات بالجميرة. خلينا نشوف مين رح يوصل للقمة. Mr. Cedric, tell us about this vertical marathon that's happening here. Well, it's the 13th time that we're organizing the Dubai Holding Vertical Marathon in partnership with Talis Fitness and in support of the Al Jalila Foundations. I think we had around 300 participants this year, so we are very happy with the success of the event. Cedric, why did you decide to hold this vertical marathon? Well, I think it's a fun gathering for the family, for friends and for employees as well as a team building activities. And it's also to support the government of Dubai in its fight against chronic conditions. As you know, in Dubai and in the Middle East in general, there is a rise of chronic conditions such as type 2 diabetes, obesity or cholesterol. And such event is a nice platform to engage and to stimulate the populations to be a little bit more active. ممكن تخبرني ليش شاركت بهالماراثون؟ هو من داعي التشاريتي ويعني تجربة، هو أول مرة يعني أجرب شيء فيرتيكال ماراثون بهالطريقة يعني. برأيك الماراثون العمودي أصعب من الماراثون الطبيعي ولا أهين ولا كيف؟ لأن أول مرة أجربه كان أصعب، وعادة أركض 10 كيلو و21 بس هو كان تجربة بس وايد صعب علي. خبرني كيف كانت المنافسة وكيف كانت تجربتك مع أنت وعم تصعد السلالم؟ وأول 10 طوابق كان سهل عندي، بس يوم وصلت الطابق 12 أظني تقريبا ياني شد، والحمد لله توكلنا على الله لين ما وصلنا، بس الحمد لله كملنا يعني. تمرنت شيء ولا جيت بدون تمرين؟ لا بدون تمرين، إلا هو ركض عادي، بس ما جربت يعني الدرج إلا هو في البيت، إلا هو بطابقين 3 طوابق وخلاص، هاي التجربة. شكرا لك، بالتوفيق. الله يسلمك إن شاء الله. طبعاً تقريباً دربت لمدة 3 أسابيع في الجيم من على الريول هذه، لكن صراحة تدري نحن ما دائماً ما ناخذ الستبس، لكن في آخر تقريباً 3 شهور أنا في العمل كله أخذ درج، فهذا ساعدني نوعاً ما. الاكسبيرينس مثل ما قلت يعني تقريباً وصلت أنا 25 دور، عقب 25 دور يعني كان نوع من خلاص اكزوستد يعني انهمك، فأخذ دقيقة يعني راحة وأكمل الحمد لله يعني خلص تقريبا 20 دقيقة. الركض على السلالم من أهم الرياضة الداخلية، وأنا بنصحكم تجربوها. أنا فراس، بشوفكم مرة جاي.